إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بيفتتح النهاردة فعاليات معرض القاهرة الدولي للمؤتمرات في دورته 51، واللي هيعقد خلال الفترة من 23 إلى من 14 ل 23 مارس الجاري بمشاركة دولية ومحلية واسعة تضم 22 دولة. وبيشار إلى أن هيئة المعارض والمؤتمرات أعلنت في بيان لها أنه تم اختيار دولة الكاميرون ضيف شرف معرض القاهرة الدولي في دورته 51، واللي بينظم بالتعاون مع جمعية المصدرين، وبيضم المعرض منتجات ومعروضات في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والأغذية ومواد البناء والجلود والملابس الجاهزة.